توقعات برج الثور الأحد 21 فبراير 2021. يحمل إليك الحظ هذا اليوم أخبار جيدة ومفاجآت مناسبة. تقوم بالمبادرات وتبدأ بالتعويض عن الوقت الضائع، ولكن عليك التروي وعدم المجازفة. إياك والتحدي ومعارضة الآخرين، كن حذراً فالخطر كبير. عاطفيا يلجأ إليك الحبيب ويتكل عليك لإيجاد حل لمشكلة عابرة، فتقف إلى جنبه وتساعده بكل إمكانياتك. مهنيا تواجه بعض العراقيل في مشروع كنت تعلق عليه آمالا كبيرة وتصطدم بواقعية المحيطين بك، لكن ابتدئ من بعد الظهر تفرح لانفراج ملموس، بحيث ترتفع فرص النجاح وتشتد عزيمتك وتقوم بخطوة مباركة. صحيا الإرادة القوية التي تتمتع بها تساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة على الصعيد الصحي.